أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي محاولات من قبل كييف والاتحاد الأوروبي لتحقيق نصر في أرض المعركة ستقودهما مباشرة نحو الهاوية. وقالت زاخاروفا في بيان نشرته الخارجية الروسية تعليقا على تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغا بقيمة 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف إن الاتحاد الأوروبي يواصل الاستثمار في المزيد من الأعمال العدائية عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية. كما أضافت أن أي محاولات لتحقيق النصر في أرض المعركة بمثابة طريق مباشر نحو الهاوية لكل من كييف وبروكسل بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فيما اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن الفساد الكامل الذي يتملك سلطات كييف بمواصلة إمدادها بالأسلحة.